على نيل الزمالك قابلنا واحد من اهالينا باشا حفيد باشا هياخدنا معاه في رحلة عبر الزمن عشان يحكي لنا تاريخ البشوية في مصر. دكتور علاء غيتا استاذ الجراحة كلية طب قصر العيني منورنا في اهالينا. اهلا بيكي، انتوا اللي منوريني. ربنا يخليك. حضرتك من اهالينا البشوات اللي بقوا ندرة دلوقتي. اول حاجة عايزة حضرتك تعرف نفسك لاهالينا في البيوت. انا اتولدت في الزمالك اولا سنة 45، يعني من اكتر من 77 سنة ما شاء الله. وتربيت في الزمالك لان جدي كان عنده بيت هنا في الزمالك، جدي او بوالدتي هو محمد بدير باشا، وكان الفيلا بتاعته على جنينة الاسماك. طبعا اتهدت وطلعت عمارة دلوقتي. ونشأت في الزمالك وتربيت في الزمالك، وكان اياميها الزمالك حاجة تانية. يعني انا ايه الفرق بين الزمالك وقتها والنهارده؟ اولا العدد، النهارده فوق ال 100 مليون، الله اعلم عدد ايه، يمكن انما فوق ال 100 مليون. فطبعا اختلف، وكانت الزمالك دي عباره عن حدائق وجناين وفيلات. طبعا السؤال اللي انا هساله ده علشان اهالينا في البيوت ما عصروش الفتره دي. كلمني عن تربيه حفيد الباشا. اولا ما فيش حاجه اسمها تربيه الباشا وتربيه اللي مش باشا، الباشا زي اللي مش، مع ان الباشوات كانوا بيربوا اولادهم بصرامه جدا وبيطلعوا كويسين جدا. انا جدي كان، مش جدي، والدي كان استاذ جراحه في كليه الطب، وتربيت تربيه صارمه يعني. يعني ما كنتش اقدر اخرج مثلا بره البيت، ممنوع. ان دلوقتي العيال بتخرج وما بيشوفوش، يعني ما كنتش تقدر تخرج بره البيت لحد سن قد ايه؟ والله لحد سن 16 17 سنه، لحد ما دخلت الجامعه. طيب احكي لنا عن فتره وانت صغير 10 11 سنه، خروجاتكم، مصايفكم، كلمنا عن مصر في الخمسينات. هقول لك حاجه غريبه مثلا، يعني اما انت حضرتك كلمتيني عن الفتره دي اما كنت صغير، كان سنين 3 4 سنين، كنت اسمعهم يتكلموا على العربيه، فكناش نشوف العربيه دي شكلها ايه. ما كانش عندكم عربيه وجدك كان باشا؟ كان عندنا عربيه بس كنت عايز اشوف العربيات شكلها ايه. لا كان عندنا عربيه بس كنت عايز اشوف العربيات دي، كنت اسمعهم بيتكلموا، ما كنتش نزلت الجراج اشوف جدي بيركب العربيه ولا لا. فحبيت اشوف العربيات اللي شكلها ايه اللي في مصر دي. فكنت اطلع في البلكونه افضل مستني لما تعدي عربيه. مستني عربيه؟ عربيه دلوقتي ما تعرفيش تركني. طب هما كانت العربيه بتعدي كل قد ايه؟ يعني كل يمكن ربع ساعه بتعدي عربيه. مفيش عربيات. وبعدين حاجه تانيه فاكرها برضو في الزمن ده، مطرح الجراج اللي كان في حسن صبري كان فيه استابل خيل. واستابل الخيل اياميها ما كانش فيه خيل، فكان انا فاكر كان فيه خشب مشونينه عشان الدفايات اللي كانت جوه الفيلا. وحاجة تانية فاكرها، كانت على المغرب كده ألاقي واحد يجي سلم ويروح حطه على الفانوس ويطلع بسلم عشان يولع الفانوس بالغاز، كانت بتتولع الفوانيس بالغاز. كنت بروح نادي الجزيرة وأنا صغير، كان عندنا كارنيه اللي سنه أقل من 12 سنة كان عنده كارنيه صغير كده. كان ممنوع التواجد في النادي بعد الساعة 4، وكان لو الكنترول أو المراقب يشوفني بقى يقول لي تعالى الساعة كام دلوقتي؟ قول له 4 و5، 4 اتفضل روح. بعد 4 ما فيش حد يقعد بعد 12 سنة. دلوقتي تبص تلاقي عيال صغيرين لحد الساعة 10 بالليل وبتاع. طيب طبعا الدنيا اختلفت. طيب كلمني عن فسحكوا ومصايفكوا في الخمسينات. بصي حضرتك في الخمسينات ما كانش فيه طبعا الساحل الشمالي ولا الحاجات دي، كانت المصيف الأساسي بتاعنا في اسكندرية. فكان يجي أول ما ناخد أجازة الدراسة في شهر يونيو كده نروح كلنا مع السواق والشنط ومش عارف إيه، كله يتحط في العربيتين ونطلع على اسكندرية نقعد 3 أشهر في اسكندرية. كان عندكم بيت هناك؟ كان عندنا بيت حتة اسمها باكوس. باكوس دي فيها إذاعة اسكندرية اللي هي كانت القصر بتاع الأمير طوسو. جنبيه احنا كنا، البيت بتاعنا جنبيه طبعا اتهد، فكنا نروح نقعد هناك في الفيلا دي نقعد 3 اشهر الصيف. بعد كده على دخول المدارس قبلها مثلا 3-4 ايام نرجع. الفيلا بتاعتكم في شارع حسن صبري اتهدت وبقت العماره اللي سكن فيها العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ. طبعا. كلمنا بقى عن ذكرياتك مع عبد الحليم حافظ. اولا احب اقول حاجه عن عبد الحليم حافظ، ده كان راجل متواضع جدا، يعني شوفي شهرته، انا بعتبره احسن واحد في الغناء الرجاله اللي جم في مصر، انا بحبه قوي.
ويعني كان راجل متواضع جدا 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 وصوته واطي ويجي يصبع كان وانا نازل يصبع عليا كده يعني كان راجل متواضع جدا وحتى النهارده اخته حاج عليها شبانه الله يرحمها موجوده وجوز حفيدته جوز الاستاذ محمد الشناوي ابن كمال الشناوي موجود في العماره واحفادهم ومستمرين في العماره. كلمني عن مواقفك معاه اول مره قابلته كان عندك قد ايه؟ يعني كان يمكن عندي بتاع 16 سنه كنت في الثانويه العامه يعني سني 16 17 سنه كده. مين تاني من مشاهير لان الزمالك طول عمرها بيسكنها الفنانين والمشاهير وقال السياسه مين تاني من المشاهير اللي قابلته؟ بصي اولا المشاهير انا عندي لسه بالمشاهير كتار جدا اللي سكنوا في الزمالك يعني فريد الاطرف سكن في الزمالك اللي كان ليا اتصال معاه كمان الله يرحمها ليلى فوزي الله يرحمها ليلى فوزي دي كانت ست عظيمه عظيمه وبرده كانت رقيقه جدا وجميله جدا يعني برده من جميلات الجميل هانم فعلا في بقى طبعا ما كنتش اعرفهم ساكنه جنبينا كانت ام كلثوم الله كان في القصر بتاعها هنا او الفيلا بتاعتها فابو الفدا اللي هو شارع ده يسموه شارع ام كلثوم دلوقتي والتمثال بتاعها على راس الشارع هنا دلوقتي طبعا المشاهير التانيين اللي كانوا في محمد عبد الوهاب سكن في الزمالك وكتار قوي اللي سكنوا في الزمالك ده رئيس سوريا اللي هو شكري الكواتلي لا شكري الكواتلي ايام الوحده سنه 58 كان جه مصر وكان قاعد هنا في عماره لوبون هنا في الزمالك طيب حضرتك حضرت ثوره 52 كان عندك حوالي 6 7 سنين حضرتها ايه 7 سنين ده عيل صغير يعني ما حضرتش مش فاكر الميموري الذاكره عندك ما فيهاش اي ذكريات لا من اياميها الذكريات اللي انا فاكرها اياميها ان انا شفت دخان قالوا في حريق في القاهره وشفت دخان طالع من بعيد كده احنا كنا ساكنين في نقلنا من الزمالك للمانيال كان في مانيال الروضه كان عندنا عند كوبري عباس فيلا برضو فكنت شفت الدخان طالع كده قالوا ده القاهره بتتحرق كان حريق 52 حريق القاهره ده اللي انا فاكره انما عيل صغير 7 سنين ما بخرجش من البيت طيب انت سبته الزمالك شويه رحت مانيا للروضه رجعت الزمالك سنه كام 82 بعد ما رجعت من انا رحت بعثه في باريس من سنه 78 ل 81 قعدت 4 سنين 3 سنين وشويه في باريس وبعدين رجعت 81 وسكنت في الزمالك بقى سكنت الاول في حسن صبري لحد ما جهز هنا البيت ده اللي انا فيه وقعدت هنا بقى طيب ايه الحاجه اللي انت مفتقدها في الزمالك من زمان ما بقتش موجوده وحشتك والله ده سؤال صعب انا بقى يعني وحشتني الهدوء في الزمالك فكرتش في العشر سنين الاخيره انك تسيب الزمالك وتروح كومباوند مثلا لا يمكن بحثا عن الهدوء لا يمكن في ناس مبسوطين قوي في الكومباوندات انا عندي اصدقاء كتير انما انا مولود هنا ومرتبط بالارض دي وان شاء الله هموت هنا برضه بعد الشر ربنا يديك يعني الصحه وطولة العمر دي مصر 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 مش الكومباوندات دي ما بعتبرهاش مصر اعتبرها دبي بعتبرها مش عارف ايه انما مصر هي هنا وتنزلي تروحي الموسكي تروحي مش عارف الخان الخليلي تروحي قلب القاهره مصر انما هناك دي يعني طيب العصفوره قالت لي ان انت بطل رياضي كلمنا بقى عن حياتك في الرياضه بصي حضرتك انا كنت في مدرسه الفرير دي مدرسه اجنبيه وابتديت الرياضه في الفرير اللي هي مدرسه كانت في الظاهر كويس ابتديت العب شويه كوره كنت باك رايت اياميها وبعد كده بقى لعبت شويه فولي وفي الاخر رسيت على العاب قوه ليه بقى سبت كل الالعاب الجماعيه ولعبت العاب قوه لان دخلت كليه الطب فكليه الطب صعب ان اتمرن مع فريق انا عندي محاضرات وعندي بتاع انما العاب قوة باجي الصبح بدري اتمرن 6 7 الصبح قبل المحاضرات بعدين اروح محاضراتي وبعدين ارجع بعد المحاضرات اتمرن ساعتين من 3 ل 5 مثلا واكمل مذاكره في البيت فاتجهت لالعاب قوة خدت بطوله مصر ابتديت في نادي الجزيره وخدت بطوله الناشئين سنه 63 بطوله مصر الناشئين وبعد كملت بقى من 64 لحد 76 عملت بطولات عالمية خدت بطولة أفريقيا وخدت أول أفريقيا في ليجوس و65 في كونغو برازافيل بحاول أتفكر وبعد كده خدت بطولة العرب وبعد كده
قعدت بقى اخد بطولات لحد 76. ما شاء الله. 76 بقى كبرت في السن بقى، كان سني اياميها، انا مواليد 45، كان حوالي 32 سنه، فبطلت بقى سنه 76. وايه الرياضه اللي انت بتمارسها دلوقتي ولو على خفيف؟ المشي. مشي والسباحه ساعات. يعني بعوم وبمشي. المشي مهم جدا 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 جدا. الواحد لما بيكبر في السن لازم عضلات رجلي الساقين تبقى قويه، لان هي دي اللي بتمشيه. لازم بتشيله جسمه. وفي ناس تقول لك القلب التاني، مش عندنا قلبين، قلب فوق وقلب تحت، قلب تحت في الرجلين في الساقين. فدي مهمه قوي عشان الواحد، وانت عارفه في الجراحه انا كجراح بقف كتير وبعمل عمليات كتير، فلازم الرجلين تبقى قويه. يعني هي مش الرجلين القوية، أنا اللي مستمتعة جدا إن أنا بتحاور مع حضرتك. حضرتك ما شاء الله عليك، يعني خدتنا كده في رحلة كده، ركبتنا البساط السحري. حضرتك نورتنا في أهالينا، وشرف ليا إن حضرتك كنت معانا النهاردة. والله أنا تشرفت بيكم، وزي ما بيقولوا تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ألف مرة. وبشكركم على الزيارة الجميلة دي. شكرا. فتحنا شوية مواضيع لطيفة يعني. المرة الجاية إن شاء الله نزورك في العيادة. يا تشرفوني. أنا الأستاذ مفيد فوزي جاي شغل معايا في العيادة من 15 سنة. تستحق ما شاء الله عليك يا دكتور، نورتنا في أهالينا. شكرا 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 جزيلا.